المتابعين كيف ما كتشوفوا حنا كنتواجدوا وخلفنا مؤسسه تعليميه، لان المناسبه الشرط حنا كنعرفوا ان هذه الاونه هذه هي الفتره اللي تم التوزيع فيها النتائج ديال البكالوريا. فبالصدفه اكتشفنا ان السيده حبيبه رئيسه جمعيه رباط الخير من الناس اللي اجتازوا امتحان البكالوريا هي والابن ديالها، فبغينا ندويو على هذه التجربه هذه الخاطئه. اهلا سيده حبيبه، مبروك عليك الباك. فعاودي لنا على التجربه ديالك ديال فهاد العمر، ومع ذلك بقيتي متمكسكه بشهاده البكالوريا، فكيفاش جاتك الفكره؟ السلام عليكم. الفكره كيف جاتني ان الابن ديالي اجتاز هذا العام عنده البكالوريا، وقلت علاش انا ما ندوش معاه باش نخلق واحد الجو في الدار ديال الحفاظه وديال هذا وديال الكونكورونس. فريمون لقيت واحد الكونكورونس زوينه بيني وبين ولدي، واخا ان 26 عام ما دوزت زعما باش اجتازت الباك. حقا كانت تجربه زوينه، ان لقيت نيت بعض الامهات وبعض المعلمات ديال التعليم الاولي حتى همايا كاينين، زعما واحد التجربه زوينه ان في هذا لاج هذا ان الانسان يعاود. وفريمون ملي دخلت لي سيت ومني دخلت لهذا لي فيديو اللي عطوني الناس لي سيت ديال الاساتذه، فريمون حتى نرجع رجعت ديك الشوق للقرايه. ملي دوزت الجهاوي كنت غير مشيت قلت ندير لا شونس، غير انا اللي بيا هو تشجع ولدي فقط. ملي دوزت الجهاوي عجبتني التجربه لدرجه ان الوطني خدمت لي حسن من الجهاوي. مالوغوزمون كون خدمت الجهاوي مزيان كون الحمد لله جبت استدراكيه وهذا امين، ولكن انا كنعتبر راسي نجحت. علاش؟ انا ولدي نجح، ديك الهدف اللي بغيت وصلت ليه انني شجعت ولدي، الحمد لله جابها في الدقه له واحد المعدل اللي هو زوين الحمد لله والشكر لله. يعني كنتي كتشجعي الناس اللي في نفس اللي ما خولتش لهم الفرصه انهم يجتازوا الامتحان ديال البكالوريا، يعني السن ماشي عائق. بطبيعه الحال السن ماشي عائق، وانا غنهضر معك ابعد من هذا، ان اني رساله لاولياء الامور الامهات الاباء يحاولوا اي حاجه اللي غادي تحفز وليداتهم يديروها. الحياه راه ماشي هي توفر له الماكله وتوفر له انه باش تخلص عليه المدرسه وتوفر له المسكن، لا، حتى العامل النفسي هو كيلعب دور. انا جربتها وعشتها، العامل النفسي كيلعب دور كبير للوليدات. انا لو فات انك تجلس مع ولدك اطابل هو كيبريباري كتبريباري واحد الجو زوين، وهذا ما كيعنيش ان اللي ما قراش ما يقدرش يدعم الاولاد. انا عندك تجربه شخصيه، انا الام ديالي الله يرحمها ما قارياش، وكنا كتجلس معنا وكتشد الكتاب على اساس ان ما عمرنا عرفنا ما قراش حتى مات، ان ما عرفنا ان ما قريش حتى مات، عاد قالنا الاب ديالنا. علاش؟ لان مهم هي درت ما قارياش مي قدرت تقرا وليداتك، داك خلقات ان الجو ان كنخافوا هي ما قارياش، مي حنا كنعرضوا من نيتنا. فهمتي؟ انا هذه تجربه عاودتها باوتخومون، هذا الشيء اللي كاين. وبالنسبه لك انت ف ذكرتي واحد الحاجه مهمه اللي هي انه نبركوا مع وليداتنا ونحسوا بهذاك الاحساس ديالهم. فاحنا كنلاحظوا ان مجموعه من الاباء ياك لانهم ما خايدينش معاهم نفس التجربه، يعني ما عايشينش التجربه نفسها، فكيقللوا من هذيك الحاله اللي كيكونوا فيها الابناء في ديك لا بيريود. فانت عشتي هذه الحاله مع ولدك، فحسيتي بالاحساس اللي حسوا به الطلبه، كيفاش كانت التجربه؟ نعم، طبيعة الحال حسيت وان الوليدات راه كيجتازوا امتحان راه ماشي ساهل، وكاين ضغط نفسي وكاين الخوف وكاين بزاف الحويجات زعما فوق الامتحان. على الاقل تيلا ماشي انا ما كنقولش لهم شو يدوزوا مع اولادهم 100%، هذه غير مثلا واحد الفكره اللي هي لان جيت لها، ولكن ما جاش من فراغ، لان بحكم العمل الجمعوي ديالي من هذا المنبر كان زعما اول مره كنفتخر اني جمعويه. علاش؟ لان ديك التجربه مع لي كوتش، ومن هذا المنبر كنشكر بزاف الدكتور ظريف كوتش، لانه هو اللي كنت كنخدم معاه فعلا بجميع هذه من ضمن المؤسسات اللي خدمت معاه فيها. كنا كنخدموا على الادمان، الدعم النفسي للابن، كيف اتعامل مع ابني، مواضيع زوينه كنا درناها في المؤسسات التعليميه ودرناها في القاعات ديال المقاطعات سيدي مومن. وهذا يمكن هذا هو يمكن هو ساعدني ان عشت في هذاك الجو، وقلت علاش انا ما نديرهاش مع ولدي. انا كان الكوتش وهذا كندير ندوات مساعده الكوش استاذ ظريف البوفي، علاش انا ما نديرهاش مع ولدي؟ وفعلا جات الاكل ديالها. انا ما شكون ظن 26 عام غنجيب استدراكيه،
ما عمرني فكرت ان زعما غنعاود نجلس في الطاوله غنعاود بريباري غنعاود، ولكن تجربه زوينه. ولكن من هذا المنبر هذا كنقول الاولياء امور، حاولوا تعيشوا مع اولادكم فتره الامتحان على الاقل، مثلا حتى ديك الوقيته اللي كيدوزوا كيه بريباريو نحاولوا نجلسوا الا كنا كنتخاصموا نحيدوا الخصام. إذا كان مثلا ديك الرواج ديك التقاليد العائليه نحاول نوفر لهم واحد الجو انهم على الاقل ديك فتره البريباراسيون نخلق لهم جو ديال القرايه ديال القرايه. انا ما نكذبش عليك، انا ملي كنت كان ملي كنت كنبريباري انا وولدي راه كنقول لهم تيفوت امتحان عتجيو عندي. والتجربه ديال السيده حبيبه حفزات ناس اخرين ونساء اخرين انهم يخوضوا التجربه ذاتها. فاليوم معنا طالبه من الطلبه اللي اجتازوا امتحان البكالوريا وحصلت على البكالوريا ديالها، واللي غتعاودنا على التجربه ديال احدى القريبات ديالها اللي خدات السيده حبيبه قدوه وغادي حتى هي تحاول انها تجتاز امتحان ديال البكالوريا السنه الجايه. فعاودي لنا على التجربه ديالك انتيا وحتى التجربه اللي غتخوضها القريبه ديالك ان شاء الله العام الجاي. كانت تجربة ماشي سهلة، خدمنا العام كامل وإن شاء الله أن النتيجة مزيانة. وملي القريبة ديالي ملي شافت خالتي حبيبة تايا عرض دوز الباك، تايا قالت لي أنا غندوزو أنا ناخذ ديك التجربة وصافي، وقررت بأن العام الجاي إن شاء الله غندوزو. وأنا سنت في هذا الشيء وقلت لها ماشي مشكل سير دوزي نعاونك في اي حاجه بغيتي. وفرحت بزاف بان شحال من لاحظت بزاف ديال النساء مشاو باش ياخذوا هذه البادره، وزوينه بانني كنشوف المراه كدوز البكالوريا وكتحصل عليها. بالنسبه للسن ديال القريبه ديالك شحال تقريبا؟ كنظن عندها 40 عام بحال هكا، باغت تاخذ البكالوريا وشحال من حاجه تعجبها. ولكن السن ماشي ضروري، يعني اي مرة تقدر تدوز البكالوريا واخا تكون عندها السن عام شي حاجه، باش تبين لهم بان المراه راه شي حاجه في هذا المجتمع وتقدر دير اي حاجه. وكيف ما شفتوا مشاهدينا كان هذا هو حوارنا مع السيده حبيبه وحتى طالبه اللي اجتازت امتحانات ديال البكالوريا اللي عودت لنا على التجربه ديال القريبه ديالها. فمجموعه من القيم اللي خرجنا بها ومجموعه من الرسائل اللي خرجنا منها من هذا اللقاء هذا، فاللي نبغيو نقولوا نشدوا عليه ان العمر عمره ما كان واحد المقياس، لان اي وحده ممكن انها تعاود تقرا وانها تعاود تعلم، والتعليم ما عندوش عمر. فهذا هو لقاءنا اليوم، فان شاء الله نتمنى اننا نتلاقاكم في لقاء جديد ان شاء الله مع ضيف جديد وموضوع جديد. والسلام عليكم.